يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن المسجد الأقصى ليس بحرم وإن الحرمين هما مكة والمدينة فقط، هل كلامه صحيح؟ هذا صحيح، نعم. إن المسجد الأقصى ما سماه الله حرما، ما سماه الله حرما، وإنما سماه المسجد الأقصى وليس له حرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلى الحرمان مكة حرمها إبراهيم عليه السلام، والمدينة حرمها محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المسجد الأقصى فليس له حرم. نعم.